السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الشلف لنقف على الأشغال تاع الطريق السيار الرابط بين مدينة الشلف وطريق السيار شرق غرب، والذي يربط إذن ميناء تنس على امتداد حوالي 60 كيلومتر. إذن نشوفوا الوضعية تاع المشروع هذا اللي راه حابس في الحقيقة. نروح نشوفوا ماذا تم إنشاؤه، يعني ما يعني النسبة لتقدم الأشغال. وهنا نشوف المدينة تاع الشلف، وهنا نشوف طريق السيار الشرق غرب، وهنا بالأبيض نشوف طريق السيار اللي يربط مدينة الشلف وطريق السيار يربطهم بميناء تنس وبمدينة تنس. وهنا نشوف المسار تاع الطريق هذا، ونشوف النقطة تاع الانطلاق تاع المنطقة تاع الطريق هذا هنا لتوصيله بطريق السيار شرق غرب. إذن ونشوف هنا الرواق تاع طريق السيار، وهنا بعض الأجزاء تم وضع البيتيوماج ولا التراسمون نتاعها. ونشوف أن الطريق هذا فيه أشغال تمت لكن للأسف لم تكتمل. نتبع الرواق هذا ونشوف وين حبست الأشغال هذه. نشوف هنا المنطقة هذه فيها يعني أشغال خدمت. نزيد نتبع نشوف وين توصل يعني وين تنتهي الأشغال هذه. نشوف أنه فيه هنا محول جديد راه يعني قيد الإنشاء، يعني ماشي قيد الإنشاء، الأشغال راهي حابسة بور مومون، لكن فيه أشغال هنا على مستوى بلدية ولاد فارس. وهنا نشوف بعض الأماكن، هنا منطقة تعتبر نوعا ما فيها مشاكل لأن فيها تجمعات سكنية. وهنا نشوف التضاريس هنا شوية، ونزيد نافونسيو نتقدم شوية، وهنا نلاحظ أنه هنا فيه لربما يكون فيه نفق هنا لأن الأشغال تبدو أنها انتهت هنا. و نزيد نشوف نروح نشوف من جهة نتاع مدينة تنس اللي نشوف هنا الأشغال ما كانش، الجزء هذا في حوالي 20 كيلومتر ما فيش أشغال. وهنا نشوف على مشارف مدينة تنس نشوف بلي أن فيه هنا محاولة لخلق لإنشاء رواق. هنا نشوف رواق هدايا، إذن هذا هو. وهنا كاين رواق آخر، هنا نشوف هذه الأجزاء اللي توصل إلى ميناء، إذن كما نشاهد هنا ميناء تنس وهنا مدينة تنس. والملاحظ هو أن المنطقة هذه اللي تقع على مشارف مدينة تنس وميناء تنس هي منطقة جبلية وعرة فيها تضاريس حادة، يعني يصعب الأشغال فيها. لكن لابد هنا في المنطقة هذه يعني استعمال الأنفاق أو جسور منشآت فنية لكي يعني نتخطى الحاجز الجبلي هذايا لإتمام الأشغال اللي إن شاء الله تعود إلى المسار الطبيعي تاعها. والمشاريع هذه الاستراتيجية نتاع إيصال موانئ الجزائر بطريق السيار شرق غرب هذا مشروع كبير في عدة موانئ وفي عدة وكل يعني المشاريع هذه راهي يعني انطلقت، إن شاء الله تكتمل في الشهور القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.